في علاه، وما جعلنا لبشر، قال الله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قبلها قال: أولم يرى الذين كفروا. وكانت الآيات قاهرة باهرة ظاهرة، يبين الله فيها سبحانه جل في علاه دلائل ربوبيته، لكنهم يجحدون، لكنهم يكفرون. وكان ذلك جحودا منهم وبهتانا وظلما وزورا، ردا على آيات الله جل في علاه. ما أرادوا الانقياد والاستسلام لرب العباد، أرادوا الطغيان وتحكم فيهم الهوى والطغيان. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله جل في علاه: أولم يرى الذين كفروا، وهذا المقصود به أهل مكة. وهذا أيضا كما قلنا بأن الشريعة الغراء جاءت تسوي بين المتماثلين، فجميع الأمم كانوا على نفس الوتيرة. حتى يعني شوف القرآن يقول: إن تعجب فعجب ما يقولون. أتواصوا به، كل قوم يقولون لمن بعدهم: قل لنبيكم هذا القول. قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وهذا احنا ما تكلمنا رتقا معناها رتقا عن المطر، يعني لا تمطر السماء، ورتقا الأرض عن الإنبات، ورتقا يعني متلاصقتين، ففتقناهما. وهذا جاء عن ابن عباس أيضا، والأول جاء عن ابن عباس ولا فرق بينهم. والثالث: فتق من الأرض ست أراضين فصارت سبعا، ومن السماء ست سماوات فصارت سبعا. وهذا أيضا قاله مجاهد رضي الله عنه وأرضاه، هذا قول مجاهد. وإذا نظرت وجدت أن التفسيرات الثلاث متوافقة، كانت رتقة ملتصقتين، فالله جل في علاه فتقهما وفصلهما، وأيضا كانت رتقا السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، فجعل السماء تمطر والأرض أيضا تنبت، والأرض سبع أراضين والسماء سبع سماوات. قال تعالى: ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالسماء أمامهم بمراميها الشاسعة بهذه الآيات الباهرة التي في علوها، والأرض بما فيها من الفجاج والأنهار والبحار والثمار والسبل، كلها آيات باهرة ظاهرة دالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ولذلك قال الشاعر، ده شعري: كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه، فهو الواحد الأحد. قال الله تعالى: ومن الآيات وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا جعلنا من الماء هو الماء كماء المطر، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني جعلنا الماء سببا لحياة كل حي. وأنت ترى كيف حاجة الناس إلى الماء، وكيف حاجة الأرض إلى الماء. فقد قال الله جل وعلا عن الأرض يعني: فأنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. فهذه حياة الأرض وحياة الإنسان أيضا متوقفة على الماء. قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال بعض العلماء: المقصود بالماء هنا هو النطفة، ماء الرجل وماء المرأة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في التقاء الماءين، ماء الرجل وماء المرأة. قال: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة ذكر، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثى. وفي الأخرى: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا في الأرض رواسي، وجعلنا في الأرض رواسي جبال شم شامخات، هي يعني تثبت هذه الأرض، لأن في بعض الروايات قال: لئلا تميد بهم، يعني لئلا تضطرب بهم. وهذه احتج بها بعض العلماء على أن الأرض يعني لا تتحرك، لأنه جعل الجبال الرواسي تثبتها فلا تتحرك. هو الحق أن نقول هو قال لا تضطرب، فارق بين أن نقول لا تضطرب وفارق أن نقول أنها لا تتحرك، يعني هي الأرض تدور. العلماء قالوا الأرض لا تدور والشمس هي التي تدور، فأهل الكيمياء كانوا عكسوا الأمر وقالوا الشمس ثابتة، وهذا جهل،
قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أتدري عن الشمس أتدري أين تذهب؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب لتسجد تحت العرش. والأرض قالوا هي تدور، وبعض من قال بأن الأرض لا تتحرك قال بأنها ثابتة راسخة. ثابتة راسخة لعموم قول الله جل في علاه، قال وجعلنا في الأرض رواسية، ثوابت رواسخ تثبت هذه الأرض لألا تضطرب وألا تميد. والذين قالوا بأن الأرض تدور هي أيضا في الفلك، فإنهم قالوا بأن لألا تميد بكم لألا تضطرب، والدوران لا يخالف الاضطراب، يعني النفي هو نفي الاضطراب وليس نفي الدوران، النفي هو نفي الاضطراب لا نفي الدوران. وكلام وجيه، كلام وجيه. ومن قال بأنها لا تدور، لا تدور ما يقال ولا يشن عليه التشنيع هذا، وإن أخطأ والاجتهاد عنده بعض الآيات التي أوقفته في هذا. قال وجعلنا في الأرض رواسية، وقال تعالى وجعلنا فيها فجاجا، وجعلنا فيها فجاجا يعني جعلنا في الأرض فجاجا، وجعلنا في الأرض فجاجا. الفجاج جمع فج، وهو كل منخرق بين جبلين. يعني قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا طرقا يهتدون به إلى مقاصدهم، يذهبون به إلى كل مذهب. والأرض كما قلنا مستوية ممهدة، جعلها الله لهم فراشا مهادا. وهذا أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه، من أجل أن يهديهم سبلا وهم في هذه الأرض، ويعلمون بأن ربهم جل في علاه الواحد الأحد، والذي خلقهم وهو الذي سواهم والذي صورهم وأحسن صورهم، والذي خلق الدنيا بأسرها وخلقهم لحكمة عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسماء سقف أمامكم ترونها عندما تنظرون إلى السماء، جعلها سقفا، وأن الله جل في علاه أبدع الخلق فيها، ترى فيها ما فيها من الآيات العظيمة الباهرة التي تثبت وجود الله جل في علاه وتثبت ربوبية الله. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قال علمونا محفوظا يعني محفوظا من الشياطين. أنتم تعلمون أن مسترق السمع كانوا يسترقون، يركبوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يركبوا بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى السماء فيسمع صريف الأقلام. فكانت بعد ذلك لما أرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تأتيهم الشهب، فتأتيهم الشهب تقتلهم وتحرقهم. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر لم أرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحفظا من كل شيطان مارد. وقال الله تعالى تبارك الذي خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، فهي محفوظة من مسترق السمع، محفوظة من الشياطين. وأيضا قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظة، أي سقفا محفوظا لا يقع على الأرض، وهذا حتى يستوي ويستقيم العيش لهم في هذه الحياة. وهنا قال الله جل في علاه بأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهم الضمير عائد على أهل مكة الذين جلى لهم الله جل في علاه آيات عظمته ودلائل ربوبيته فجحدوا بها وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق عندي من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا من عظيم ما هم فيه من كفر وجحود. قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم، الضمير عائد على أهل الكفر بمكة الذين جحدوا بآيات الله جل في علاه وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها، أعظم آيات السماء الشمس والقمر والنجوم والسحاب، هذه أعظم آيات السماء، ونزول المطر وسحبه وفي نسق واحد وإنزاله في مكان يريده الله جل في علاه، كل هذه من الآيات الباهرات.
قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفا. كل هذه آيات قاهرة باهرة تدل على دلالات، تدل على وحدانيته. ذلك قال العالم النبيل: وكيف يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ وكيف يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ لما مرت امرأة عجوز فوجدت كوكبة مليئة بالناس كلهم يتحلقون حول رجل واحد، فقالت: رحمكم الله، ما الذي تفعلون؟ ومن هذا الذي تلتفون حوله؟ فقالوا: هذا الرازي. قالت: وما الرازي؟ وما إيش الرازي هذا تلتفون حوله بهذه؟ وطبعا هم يعلمون قدر أهل العلم فيحترمون ويوقرون أهل العلم، مع أن الرازي فيه ما فيه، لكن شوف من أجل حمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يكرم بهذا، لأنه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحترام العلماء من احترام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الرازي. قالت: وما الرازي؟ يعني هذه الكوكبة على الرازي بهذه الطريقة. قالوا: هذا الذي أتى بألف دليل. أرادوا تعريفه، شو أرادوا تعريفه للمرأة العجوز، فقالوا: هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. فابتسمت المرأة كأنها يعني تقلل من شأن ما فعلوا، من شأن ما قالوا. قالت: أو يحتاج وجود الله جل في علاه إلى دليل؟ أو يحتاج وجود الله جل في علاه في دليل لدليل؟ إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. بيت الشعري: كيف يعصي الله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قال الله تعالى: وهم عن آياتها معرضون. وهذا أيضا تدلك على مسألة مهمة، هي مسألة الإعراض، وأن الكفر منه نوع آخر ردا على المرجئة، وأن من الكفر الإعراض، من الكفر كفر الإعراض، من الكفر كفر الإعراض، فهو كفر أيضا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وهو الذي خلق الليل والنهار. والليل والنهار أيضا من الآيات العظيمة، آية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فآية الليل والنهار آية من آيات الله جل في علاه. انظر يعني العجب العجاب، أين يذهب الليل النهار؟ ثم عند بزوغ الفجر أين يذهب الليل؟ والله على كل شيء قدير. فالتدبر في الليل وفي النهار آية عظيمة من آيات الله جل في علاه. التدبر في الليل والنهار من أعظم آيات الله جل في علاه. وجعل الليل سكنا سبحانه، وجعل النهار ليتعايش فيه الناس. قال الله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومعن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. علاقة الآيتين بعضهما ببعض. عليكم السلام. أين الإجابات؟ كلاهما استقالة في معرض منا وإظهار كمال الربوية التي تستلزم الإلهية، ممتاز. لكن في نظرة أخرى لابد أن تمحص النظر إليها سلفي في العلاقة. الليل والنهار من السماء، جيد، تفصيل بعد إجمال، ممتازين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدل على أنه الواحد، ممتازين، إجابات جيدة. لكن لو ما حصوا بالنظر، قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كأن سائلا يسأل ويقول: وما آياتها؟ فأجاب قال: الليل والنهار من آياتها، والشمس والقمر من آياتها، وكلهم في فلك يسبحون.
الإجابات كلها ممتازة ممتازة. أنا قلت هنا الآن شوف هو يعني هذا السياق مفسر، كأنه لما قال وجعلنا السماء سقفا محفوظة آية باهرة قاهرة وهم عن آياتها معرضون، كأن الناس يقولون وما آياتها التي أعرضوا عنها وكانت تؤثر ويظهر فيها عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال هو الذي خلق الليل والنهار، فمن آياتها الليل والنهار، ومن آياتها الشمس والقمر، ومن آياتها كل هذا الكون يدور في فلك واحد، في فلك يعني في دائرة، في فلك واحد يعني في دائرة واحدة، وكل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون. وفي قول الله جل في علاه كل في فلك يسبحون فيها دلالة على دوران الكون بأسره، وهذه من بديع خلق الله جل في علاه. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون، فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لا آدم لا نوح لا موسى لا إبراهيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني الجميع قد كتب الله عليهم الموت والفناء، كل شيء هالك إلا وجهه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني سبب نزول هذه الآية هم قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يموت، والمعنى قال الله تعالى ما خلدنا قبلك أحدا من بني آدم وأنت من بني آدم، يسري عليك ما يسري عليهم، والبقاء الدائم ليس لأحد حتى آدم قد مات بعد ما عاش دهرا وأمدا. قال أفإن مت فهم الخالدون، يعني إن مت أنت فمشركو مكة سيخلدون، لأنهم قالوا نتربص به ريب المنون، يعني يقولون حقدا وحسدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكفرا به، يقولون نتربص به يموت لأبي هو أم، قالوا نتربص به ريب المنون. فالله تعالى يقول طب إن مات أنتم تخلدون، أنتم تموتون خلفه. وهذه آية من آيات الله جل في علاه، أن الله بعث إليهم، لم يبعث إليهم ملك الرسول بل بعث إليهم بشر الرسول رحمة به، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يحتاج ما يحتاج إليه الناس ويموت كما يموت الناس بأبي وأمي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء، وضع يده على الركوة ويضع الماء على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. وهذه آيات تتلوها الآيات وتعقبها الآيات، قال سبحان الله إن للموت لسكرات، فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، واشتدت سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم رفعة في درجاته عند ربه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا. فقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لا أحد يخلد في هذه الدنيا، هي فانية وكل من عليها يزول، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. قال كل نفس ذائقة الموت، ما من أحد إلا وسيتذوق هذا الكأس، الكأس يدور على الرؤوس والجميع سيموتون، والله جل وعلا قد كتب ذلك، ثم يحشرهم إليه مهرولين مسرعين سبحانه جل في علاه للقضاء بين العباد، يحاسبهم رب العالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كل نفس ذائقة الموت، هذا هذا أمر محسوم، فإن كل إنسان سيتذوق الموت، كما قال النبي يطمئن قلوب المؤمنين على الرزق من رب العالمين، وهو يقول إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، كأنك تسأل وتقول وهل الموت يتخلف عن الإنسان؟ الإجابة لا، إذن الرزق لا يتخلف عن الإنسان. كل نفس ذائقة الموت قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن بلاء من الله جل في علاه متنوع، وهذا البلاء له حكم، لأن الله قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم سبحانه جل في علاه. إذن إننا نعلم بأن البلاء لابد أن ينزل بالمرء سواء بالشر أو بالخير، والمعنى هنا بأن البلاء سينزل على الإنسان بالسراء والضراء ليتنوع البلاء فتتنوع العبادة، وليظهر العبد المؤمن الصادق المكلف أنه يصبر على السراء ويصبر على الضراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر
وهذا له خير، وهذه لا تكون إلا للمؤمن. ومن على سهمه في الإيمان بالقضاء والقدر أمكن الإيمان في قلبه أو تمكن الإيمان في قلبه فاعتلى عرشا عظيما بين يدي رب العالمين أو درجة عظيمة عند رب العالمين. ولذلك عمر كان يقول يعني أصبحت لا أبالي على نعمة أنا أو على بلية، فإن كانت النعمة فالشكر وإن كانت البلية فالصبر، ولكل عبادة ولكل عبادة. ولذلك علي بن أبي طالب قال الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر. هذه أصالة في هذا الباب. الغرض المقصود في قول الله كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله تعالى ابتلاهم في غزوة أحد بلاء عظيما، قتل منهم 70 والنبي أحاط به، كادوا يقتلونه بأبي وأمي، وكانت حكم عظيمة، فابتلاهم الله بهذا البلاء العظيم وصبروا وصبروا. شوف الله تعالى كيف مدحهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. خرجوا مع النبي، كل من كان به القرح وكان به الجروح خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد بعد أحد. وتعلمون البلاء شديد لما جاء أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه وهو يقول أفيكم محمد ويسكتون القوم، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، يريد أن يتشفى. فقام عمر ما احتمل ورد عليهم واشتد عليه وقال الذين ذكرتهم أحياء، قال يا محمد بأبي وأمي الأمر سجال، يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي ألا تردون؟ فقال عمر ماذا نقول؟ قال قولوا لا سواء، لا سواء، والله لا سواء. قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال كلمة قميئة، فقال علو هبل. فقال النبي ألا تردون عليه؟ فقال عمر ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، فالله أعلى وأجل. لذلك علت راية الإسلام ودخل النبي مكة فاتحا بأبي هو وأمي، وحتى أدمن عليهم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم طلقاء. وابتلاهم الله تعالى بالخير غزوة بدر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة معناها البلاء. البلاء ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولترتفع الدرجات وأيضا لتكفر الخطيات والسيئات أو تعظم السيئات. والله له حكم وشؤون في عباده. قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة. وجوب التدبر في آيات الله جل في علاه، سواء الآيات المتلوة أو الآيات المرئية. تناسق الكون يدل على وحدانية الله جل في علاه. لا يبرح المؤمن في الدنيا من بلاء، لا يبرح المؤمن في الدنيا من بلاء. نعم.